مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر صباحة اليوم الأربعاء، حيث الأجواء غائمة وضباب خفيف يغطي سماء المنطقة عكس الأيام الماضية اللي كانت في الصباح تصبح الشمس حارة. الحمد لله اليوم الجو شيئا ما بارد في هذا الصبيحة صبيحة اليوم. إذا دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي، فأجواء غائمة وباردة وضباب خفيف يغطي سماء المنطقة في صباح اليوم الأربعاء مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، هكذا هي الأجواء هنا نوعا حي الإسلام في صبيحة اليوم الأربعاء، فأجواء غائمة وباردة هاد الصبيحة صبيحة اليوم الأربعاء. عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. مسبقا الصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، فنبقى لي أن أودعكم، دمتم في رعاية الله، نلتقي في بث مباشر آخر، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.